طيب احنا في الجزئية دي هنتكلم عن ازاي ان انت تاخد الشنجن، الفيزا اللي بتسمح لك ان انت تخش كل دول الاتحاد الاوروبي وكمان دول تانية ما بتحتاجش تاخد ليها فيزا طول ما انت معاك الشنجن. فهنتكلم دلوقتي عن ايه الاوراق المطلوبة والخطوات المتبعة وايه نصيحتي ليكوا عشان تقدروا تاخدوا بيها الشنجن، عشان انا خدت غالبا الشنجن من غير اي دعوة من غير اي مشاكل، يعني كانت اسهل جدا مما كنت اتوقع. اول حاجة اي دولة محتاجة منك بس ان انت تثبت لها حاجة واحدة بس، ان انت والله انا مش جاي اقعد عندكم، انا مش جاي اكسر فيزا وبلط عندكم واشتغل واقلب عيشي والكلام ده، هم عايزين بس منك اثبات. بتثبت لهم ازاي ان انت والله راجل رايح تقضي وقتك وهترجع تاني لشغلك او لحياتك الطبيعية في بلدك، بحيث ان انت مسبب لهمش مشاكل هناك وان انت تقعد وتزود عليهم الاعباء. فديت كل الفكرة من الاوراق المطلوبة. فاول حاجة في الاوراق المطلوبة للشنجن ان انت تجيب خطاب من جهة عملك، خطاب من جهة عملك مكتوب فيه انت بتقبض كام، انت بتشتغل من قد ايه، انت هتشتغل قد ايه، وكمان لو يا ريت لو تقدر تقول للاتش ار عندك ان هم يكتبوا لك مدة الاجازة بتاعتك، بتساعد جدا ان هم يعرفوا والله ان انت واخد اجازة من شغلك ورايح وراجع. الخطاب ده لو مكتوب باللغة العربية لازم تترجمه للغة البلد اللي انت رايح لها او بالانجليزي غالبا. تاني حاجة لازم يكون عندك كشف حساب في البنك. كشف حساب في البنك مش معناه ان انت يكون عندك مليون جنيه في البنك او مليون دولار. حساب البنك اللي مطلوب منه ان انت راجل الله عندك كشف حساب بتتعامل عليه، بتسحب منه بتحط فيه فلوس، بينزل عليه راتب، كل الكلام ده عليه تعاملات يومية. اهم حاجة وانت رايح تحسب بس ان هما بيبقوا حاطين متوسط 100 يورو لليوم اللي تقضيه هناك. فانت لو هتقدم على 15 يوم تضرب 15 يوم في 100 يورو مثلا، وديت بتبقى متوسط الفلوس اللي تبقى موجودة في الحساب. اهم حاجة ان الحساب يكون عليه تحركات مش مجرد مبلغ محطوط قبل ما انت تروح بيوم، ولازم يكون كشف الحساب لمدة 3 شهور مش مجرد كشف حساب مودع فيه فلوس، عشان هم عارفين اللعبة ديت يعني مفقوشة ومعروفة ومهرية في 60 فيلم اجنبي قبل كده. تالت حاجة حجوزات الطيران والفنادق. حجوزات الطيران هم غالبا بيبقوا كاتبين في الابلكيشن ان هي تكون مش مؤكدة، يعني مؤقتة عشان مجرد ان انت تاخد الفيزا بس، تكون ذهاب عودة بنفس الوقت اللي انت كاتب فيه في الابلكيشن. بتروح عند اي مكتب سياحة تقول له انا عايز ضم تيكت، بيديك ضم تيكت حوالي 75 جنيه، وبتعمل حجوزات فنادق تبقى كونفيرمد على booking.com. لو انت مش عايز تقعد فيها الفنادق ديت ممكن تعمل لها فري كانسليشن وتقدر تحجز في اي فندق ان انت عايزه. رابع حاجة بتبقى تأمين السفر. تأمين السفر هو تأمين مطلوب ان هو يغطي كل مصروفاتك لو جرى لك حاجة لا قدر الله هناك، تغطي كل مصروفاتك الصحية والطبية طول الفترة اللي انت موجود فيها هناك في الشنجن. تجيب تأمين السفر ده من اي شركة سياحة، بس تتأكد الاول من مواصفات تأمين السفر اللي موجود عندك في الابلكيشن. خامس حاجة والاسهل ان انت تاخد معاك صورة من باسبورك وحوالي صورتين شخصيتين لهم مقاسات معينة برضه هتلاقيها على الابلكيشن، وتكون بخلفية بيضة طبعا وصورة البطاقة الشخصية، وكل اوراق مكتوبة بالعربي لازم تترجمها من مركز معتمد. واخيرا وهي الخطوة الاسهل جدا ان انت تملى الابلكيشن موجود في السفارة. في بعض السفارات بتطلب ان انت تملى الابلكيشن اونلاين بعد كده تطبعه، وفي بعض السفارات بتديك الابلكيشن بي دي اف، وممكن في بعض السفارات ممكن تروح تاخد الابلكيشن من هناك من عندهم بالايد. في الابلكيشن لازم تكون دقيق جدا في المعلومات اللي انت بتكتبها، يعني ما تكتبش اي كلام وخلاص، ما تكتبش اي حاجه غير صحيحه او ما حدش يصدقها، يعني لازم تكون واقعي في كل حاجه بتعملها. وبس هي ديت الاوراق اللي اوفيشالي مطلوبه. بس في بعض الزيادات اللي هقول لكم عليها اللي ساعدتني برضو ان انا اخد الشنجن في اخر فتره، ان انا كتبت لهم بلان مفصله بكل الايام اللي انا هقعد فيها وليه انا رايح اقعد هناك. يعني عملت انا كنت رايح هناك في وقت عيد ميلادي ورايح في اوقات الكريسماس والاعياد وراس السنه، وانا حاسس ان ديت حاجه ساعدتني ان انا اخد ال 40 يوم وساعدتني كمان ان هم يدوني مالتي انتري شنجن. يعني ديت من اهم الحاجات اللي ساعدتني صراحه ان انا اخد الشنجن. يعني هم صراحه يعني مفيش دوله هترفضك من غير سبب. فبس دي معظم الاوراق ودي نصيحتي ليكم. كده يكون فيديو النهارده خلص. بس غالبا انتوا النهارده بتسالوني وبتسالوا نفسكم هو فين؟ هو النخل ده موجود في المانيا والجناين دي موجودة في ألمانيا؟ أنا في مكان دلوقتي مختلف تماما عن أي مكان تاني. استنوني في الفيديو اللي جاي عشان تعرفوا أنا فين وعشان تعرفوا كل تفصيلة من تفصيل حياتي. الفترة اللي جاية هيبقى في فيديوهات أكتر، هيبقى في صور أكتر، هيبقى في ستوريز أكتر. فأنتوا لو مش تابعوني تابعوني على الحاجات اللي موجودة هنا دي، انستجرام فيسبوك وبس، هم دول اللي عندي. أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم. I'm happy. Nothing's going to stop me. I'm made.
making my way home, I'm making my way. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I can't.